لها أمنية واحدة، أن لا تفقد البصر. أمارة قدور طفلة من ريف حماة أصيبت بمرض نادر في عينيها يهددها بفقدان البصر تدريجيا. منذ 4 أعوام حالتها تزداد سوءا، وجهود الأطباء باءت كلها بالفشل، لأن علاج أمارة غير متوفر إلا في الدول الأوروبية. أنا ما بحسن أقرأ عن الكتاب ولا أشوف الكتابي، أنا بصور بالموبايل وبقرأ وكبر أكبر القياس، يعني أكبر الشيء وبقرأ، حتى يعني أنه لما الأستاذ بيكتب على اللوح أنا ما فيني أشوف، كبر حوالي يعني بخط كبير وبقرأ. وأنا يعني من 4 سنوات هذا المرض معي، ويعني عمري 14 سنة، بتتدمر حياتي إذا ما تعالجت. آلاف الحالات الطبية من إصابات وأمراض يتم تحويلها إلى الداخل التركي لتلقي العلاج. نتيجة الضغط الهائل والأعداد الكبيرة يتأخر دخول بعض المحالين للعلاج، في حين تحظى بعض الحالات باهتمام خاص بعد حملات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، ويبقى بعض المرضى مجهولين دون علاج. يتم تحويل الحالات الإسعافية من جميع المشافي الموجود في المناطق المحررة، وذلك عبر التنسيق بين المشفى والرقم المخصص للنقطة الإسعافية. بالنسبة لتحويل الحالات الباردة، يتم تحويل الحالات الباردة عن طريق العيادات الخارجية، مشفى باب الهوى، عن طريق الطبيب المختص حسب كل مريض. بالنسبة للنشادات الإعلامية التي ظهرت في الفترة الأخيرة، كثير من هذه الحالات تحتاج دخول إلى المشافي التركية، لكن المرضى لم يستدلوا على طريقة التحويل الرسمية، وهي بمراجعة عيادات باب الهوى. الحالات الإسعافية المحولة إلى الداخل التركي تتم متابعتها من خلال منظومة تابعة لإدارة المعبر، وتقوم بتأمين احتياجاتهم ضمن المشافي والتواصل مع ذويهم في حال عدم وجود مرافق مع المريض. تداول الإحالات الباردة بعدد 15 إحالة في الشهر الواحد فقط، معظمها لمرضى السرطان وأمراض القلب، يتم ترتيبها زمنيا بحسب حالة المريض. الحالات الإسعافية كذلك الحالات التي تحتاج إلى علاج نوعي يتم تحويلها إلى داخل الأراضي التركية من هنا من معبر باب الهواء الحدودي. مؤخرا تم تخفيض عدد الإحالات إلى ما دون النصف بسبب جائحة كورونا. خلف جمعة، حلب اليوم، ريف أدلب الشمالي.